هذا هو قلنا لقاء مع مدير الاكاديمي. دعينا لقاء مع مدير الاكاديمي فوقاش من الاول العام مازال ما وقعش هذا الخطأ. علاش؟ لان المدير رفض يتعامل معنا باش ما نتخلصوش من التلام وكيدفعوا التلام باش ما نتخلصوش منهم. وعلى اثر ذلك وصلنا النائب وصلنا مدير الاكاديمي وقال لنا ديروا موعد اللقاء ودعانا اللقاء. موراها بضرب شويه ولا تيقول المدير راح جوج العناصر غير جوج تخلصوا. ماشي باش كي جا فين جابوه؟ قالوا لهم انتم بداك تهجم ليه والمقصود يقول تفاس تهجم هنا وبداو تيحرضوا التلام باش ما يخلصوش. نهار كامل والشباب ديروا واحد لاحظوا نهار كامل تخلصوا في واحد. جا رئيس جمعيه الاباء كيلقى بحال حنايا في لا سيركيلاسيون خلينا نهضر كيلقى واحد لافليش جمعيه الاباء لهنا وكيلقى لافليش لهنا الاقتصاد. جا النائب مشى حمر طوكي هو الاول كيلقى المقتصد كيتخلص كلشي مقتصد كيتخلص جمعيه الاباء كيتخلص كلشي. جا عنده هو والرئيس الجمعيه قال ليه علاش حمر طوكي كيتخلص رئيس كلشي انت دير التفريكه هذه ونفرط. ايوا الاخوه خصكم تفهموا المساله. على اثر ذلك عيطنا النائب المدير الاكاديمي مورا بشويه دازت الخبيناتنا عبد الرحمن درنا اجتماع. واش تنقول لكم الاخوان الجمع العام الجاي غنجيب لكم الوثائق. ديك الوثائق ما كتكذبش.